صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. والنهاردة زي ما احنا متعودين دايما بنبدأ أولى فقراتنا بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن أهمها يعني الاجتماع الذي حدث وعقده الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء اللي تابع فيه مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. كمان تابع خطوات تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللي تابع فيه مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع استعراض برنامج الحوافز الإيجابية اللي بيهدف بشكل رئيسي للوصول لمعدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2.8 طفل لكل أسرة بناءً على بيانات عام 2022. الهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل ل 1.6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، وأكد رئيس الوزراء إنه هيتم الإعلان قريباً عن خطة الحكومة للطرح، وإنه في جزء هيكون الطرح فيه عام بالبورصة المصرية وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي وبعض الملفات الأخرى زي الجامعات الأهلية اللي بلغ تنفيذها معدلات مرتفعة، وكمان الموقف التنفيذي للقطاع الصحي والمستشفيات زي مستشفى 500-500 والمدينة الطبية بجامعة عين شمس ومستشفى جامعة سوهاج الجديدة اللي تم الانتهاء من تنفيذها. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة. وفي جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها افتتاح 8 معارض أهلا رمضان واللي بتوفر السلع بأسعار مخفضة في كفر الشيخ، أيضا زراعة 65 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في البحيرة، وتنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة شبكات الإطفاء في السوق السياحي في أسوان، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها افتتاح 8 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20-30%، ومن المقرر أن يتم افتتاح 9 معارض أخرى ببقية مراكز المحافظة. في الدقهلية تم إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء لتصبح بسعر 140 جنيه للكيلو ضمن خطة دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. في البحيرة تم زراعة 65 ألف شجرة في مدن ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، واللي بتستهدف نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. في المنيا تم تنفيذ 71 قافلة طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال عام 2022، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلال هذه القوافل تم توقيع الكشف الطبي على 123,627 حالة مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. في قنا تم الإعلان عن بدء سلسلة من الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة تزامناً مع الاحتفالات بالعيد القومي خلال شهر مارس القادم. تتضمن مشروعات المرحلة الأولى 5 مراكز استثمارات بـ 31 مليار جنيه. في أسوان تم الإعلان عن تنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة وتطوير شبكات الإطفاء والحريق الذاتي بالسوق السياحي القديم بعد الانتهاء من مشروع تطويره بطول 2400 متر، شملت البرجولات الخشبية والبوابات والأرضيات وأماكن الانتظار، بالإضافة لإعادة تأهيل وتجميل واجهات المحلات.
في الأليوبية تم إطلاق قافلة الدين يسر لواعظات وزارة الأوقاف، واللي بيحضرها السيدات للاستماع والتعلم والاستفادة من كل ما تتضمنه المبادرة من تعليم وتوجيهات دينية وأخلاقية وفقاً للنهج الإسلامي المعتدل.